اوكي جايز، صباح الخير كمان مره. فارس ابو سعده من يمسافر. حاولوا تركزوا معي منيح 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 في هاي السيشن، لانه هلا بدنا نقدم لكم الانجولر جي اس، واللي ما بيعرف انجولر جي اس منيح حاول هلا تفهم معظم الاشياء اللي راح احكيها، واذا في اي سؤال بس في محله اساله. وعشان السيشنز اللي جايه من خلال النهار راح تكون نوعا ما معتمده على الاشياء اللي انا راح احكيها هلا. بالنسبه للناس اللي بيعرفوا انجولر اوريدي، يعني حاولوا ما تسووا فوضى وانا احكي. اوكي تمام. مين هون اشتغل مع انجولر من اول من قبل؟ يعني صبابه، يعني مش كثير صبابه. مين سامع في انجولر بس ما عمره اشتغل مع انجولر؟ اوكي ممتاز ممتاز. لكل اللي سامعين بانجولر، بعرفش اذا بتعرفوا وين محل انجولر بيجي في اي ويب ابلكيشن احنا بنطوره. الكل عارف انها هي بيورلي كلاينت سايد فريم ورك، صح؟ يعني اللي بيعرف هاي المعلومه يرفع ايده، اللي ما بيعرف يعني ما عنده اي فكره عن كلاينت برضه يرفع ايده هلا. اوكي صبابة. اوكي هلا الطريقه الجديده لبناء الويب ابلكيشنز في هاي السنه على الاقل، لانه الديفلوبرز كتير بغيروا رايهم وشو بيسووا، انه بيكون عندك اي بي اي بس انت بتتعامل معه عشان تعمل لك رد اوبريشنز اللي هي كرييت ريد ابديت وديليت، وهو بس بيبعث لك داتا. زمن انه تودي الفيو كله من السيرفر وتودي للبراوزر يعني صار ورانا، وهلا الطريقه الجديده انك بس بتبعت داتا بيستلمها الكلاينت ايش مكان نوعه، وهو بيقرا هاي الداتا وبيمثلها في البراوزر. بيمثلها بمعنى انه بيعمل كومبايل للداتا مع فيو وطلع لك اياها بالطريقه اللي شرح لنا اياها اخونا احمد صدر قبل شوي. فمكان انجولار بيجي هون، بيجي بس على الكلاينت. انجولار ما لها علاقه في السيرفر ولا لها علاقه في داتابيزز ولا شيء. انجولار هي purely client side framework. تمام هيك؟ تمام. اوكي خلال شرحي راح اذكر لكم شويه مصطلحات بتقدم لنا اياها انجولر. عندنا الام في سي ديزاين باترن، عندنا كيف انجولر بتعمل تمبليتنج، ايش الداتا بايندينج في انجولر، ايش الكنترولرز، ايش السيرفيسز، ايش الدايركتيفز، الفلترز، وراح نحكي كمان عن باترن ديزاين باترن اسمها ديبندنسي انجكشن، وهي كتير مستخدمه في انجولر. اوكي خلينا نبلش في الام في سي. مين هون بيعرف ايش يعني ام في سي؟ ممتاز شباب ممتاز، ريحتوني. عارفين ام في سي عندنا موديل، عندنا فيو، عندنا كنترولر. الفيو هو اللي بيعرض الداتا وهو اللي بصير عليه الانتراكشن. الكنترولر باخذ هذا الايفنت اللي بتصير او الانبوت من الفيو، بعدل على الموديل والموديل بيرجع بينعكس على الفيو. فصار عندنا هاي السايكل. انجولر بتقدم لنا اشي من هالنوع، بس هلا راح نعرف اكتر ايش بقصد. بس خلي في بالنا هدول المصطلحين موديل وفيو كنترولر، وهلا بوضح لكم كيف بيشتغلوا مع بعض في انجولر. ومش غلط اذا حدا بده ياخذ نوت يسجل يعني منيح في يعني. اوكي هلا انجولر جي اس عشان ابلش اشتغل فيها، شرحت لكم في اللايتنينج توك عن الباور والجرانت، وفهمتكم كيف البروجكت والمكان اللي بتعيش فيه انجولر. فكيف انا بدي اجيب انجولر ابلش اشتغل فيها؟ بكل بساطه ما عليك الا انك انك تجيب انجولر كلايبراري وتحطها في الكود عندك. في كم من شيء لازم تسويه عشان الانجولر الابلكيشن يبلش عندك يتنفذ على البراوزر. اذا شايفين هون وين الماوس عندي، في اشي للي بيشتغل ويب بتوقع رح يكون غريب شوي. في ال HTML document في الهيد حطينا اشي سميناه ng-app. هذا الاشي وين ما تشوفوا ng something، ng ايش مكان، من نسميه directive. اوكي directive كمان شو رح نوضحها اكتر، بس انه ال ng-app directive هاي اللي هي عبارة عن HTML tag attribute، بس خلينا نطلق عليها مصطلح directive مثل ما عملوا جوجل. هاي هي اللي بتحكي للابليكيشن تبعنا انه في انجولر جي اس ابليكيشن راح يتنفذ جوا هاي هذا الكود. تمام لهلا؟ تمام.
كمان شوي منا نشوف كيف انجولار ككلاينت سايد انا بدها تجيني داتا من السيرفر على شكل جيسون مثلا، وكيف انا بدي اخذ هاي الداتا احطها في HTML واطلعها لليوزر. كيف انجولار بتوفر لنا هذا الاشي؟ خليني اورجيكم شويه كود. اوكي اذا حدا اشتغل مع اي كلاينت سايد لايبرز تانيين مثل امبر رياكت او باك بون، في الغالب بيكون التمبليتنج سيستم مفصول عن ال HTML اللي انت بتكتبه. بس الحلو في انجولار انها ما قدمت لنا طريقه جديده نكتب فيها المارك اب، حكت لنا لا احنا عندنا ال HTML، بنعرف ال HTML منيح، كلنا بنعرف HTML، بس من نمسك ال HTML نوديه على الجيم يصير عنده شوية عضلات، يصير يقدر يعني يحمل أشياء أكتر ويسوي أشياء أكتر ونرجعه، وبعد نوديه على الجيم كمان نوديه على الجامعة عشان نثقفه ويصير يعني عنده عضلات وعنده مخ، بس هو ظل نفس ال HTML اللي بنعرفه بس enhanced extended. أوكي فإذا شايفين عندي في المثال هون عندي AngularJS application بسيط بس كم من سطر، هون حكيت له ng app فعرف البراوزر انه جوا هذا chunk of code في AngularJS application بده يتنفذ. بعدين جيت هون في الكل واضح بالنسبة له المكتوب. اوكي اوكي شايفين هاي ال ng init، هاي كمان دايركتيف من انجولر. ايش بتسوي؟ انا هلا جوا ال HTML القوي تبعنا اللي رايح على الجيم عرفت جافا سكريبت اوبجكت في ال HTML واسمه نيم والفاليو تبعته نصري، بعرف من نصري ولا حدا عارف من نصري بس اسمه نصري. وبعدين اذا بتنزل لتحت شوي في الكود عندي هون تمبليت عامل عليها هايلايتنج هلو نيم، والريزلت هيها عندنا هون. شوفهم انتو عرفنا بروبرتي اسمها نيم وحكينا للتمبلت استخدميها، والتمبلت ذكية على طول عرفت انه نيم مصري وعملت البايندينج بينهم. واضح بالنسبة للجميع؟ شكرا. هلا التمبلتينج سيستم في انجولر بيروح على الجيم كتير والشباب في جوجل بتعبوا ما شاء الله عليهم. رحت انا عندي input field اعطيته كمان directive جديدة، حكيت له ال ng model عندك هو النيم، حكينا model قبل شوية متذكرين model، وحكينا view، وكمان شوية جايين للcontroller. ايش عملت انا لما حكيت ng model equals name؟ حكيت للانبوت فيلد انه انت مربوط في البروبرتي اللي اسمها موديل اللي اسمها نيم سوري، والفاليو تبعتك بتصير تساوي الفاليو تبعتها. فبالتالي انا عندي في الانبوت فيلد هون صارت الداتا بايندد ما بين الموديل اللي انا عرفته فوق وما بين اي مكان في التمبلت تبعتي انا بستخدمها. فبكل بساطة بهذا الكود البسيط صار عندي أنا داتا بايندد بالشكل التالي. أنا بحكي هلا تزكفوا لأنه مش كلكم بتعرفوا أنجلر هيك بتسوي. زكفة للشباب في جوجل. Thank you Google. Thank you. You are awesome. عن جد. Okay. So hello Google. أنا أحكي. تمام. هلا نراجع هاي السلايد شوي. تعرفنا على ثلاث أشياء. الأولى كيف نبلش نستخدم أنجلر جي إس. نجيب اللايبراري ng app جاهزين. الشغلة الثانية كيف نعمل تمبلت، شايفين كيف السينتاكس في انجولار البراكتس هون انت يو بايند الموديل. وتعرفنا كمان على اشي في انجولار اسمه تو ويز داتا بايندينج. حلو المصطلح، شو رايكم نحكي عنه شوي؟ تو ويز داتا بايندينج ايش يعني؟ خلينا نرجع للام في سي موديل حكينا عنه قبل شوي. في انجولار لما انا بعمل ابديت للموديل على طول بنعمل ابديت للفيو اللي بستخدمه. This is one way data binding. The other way is لما انا بغير في الفيو
على الموديل كمان بتغير الموديل. هذا المثال شفناه في الانبوت فيلد لما غيرنا احنا في الانبوت فيلد ونعكس عليها الفاليو المستخدمة. فاللي ما فهم علي يرفع ايده. شكرا كتير. تمام. فهلا غطينا تو توبكس، حكينا التمبليتنج بشكل مبسط طبعا كيف بصير في انجولر، وحكينا الداتا بايندينج كمان بشكل مبسط كيف بصير في انجولر. اوكي هلا هيك الوضع تمام وصوابه والحياه حلوه وشباب بتعبوا في جوجل، بس ما راح نقدر نبني ابلكيشنز بهالطريقه ان نعبي الفاليوز جوا الاتش تي ام ال بعدين يصير عندنا ما يسمى بالسباجيتي كود. ممكن يكون زاكي بس مش منيح للشركه والمستقبل يعني. اوكي فبتيجي هون انجولر والشباب الحلوين في جوجل قدموا لنا ما يسمى بالكنترولر. الكنترولر في انجولر هو قريب جدا على تعريف الكنترولر في اي ام في سي فريم ورك انتم استخدمتوه. انا بطلع هون صار لي ساعه مركز هون مركز عليكم شباب. اوكي طيب خلينا نشوف سينتاكس بسيطه كيف بنعرف كنترولر. لا بديش اغير فيك، بدي بس اعرضك. اوكي متذكرين الانجي اب اللي كتبناها؟ متذكرينها؟ لما تيجي انت لتكتب كود جوا الجي اس فايل. اوكي سوري هاي الفيتشر مش منيحه في اوكي اوكي صواب. طيب متذكرين الانجي اب اللي كتبناها قبل شوي في الفيو هون اللي هي بتعرف لنا الابلكيشن؟ هاي نفسها هي بتعرف لنا انجولار جي اس موديول. حيرتني يا اختي كيف بدي ارجع لها. ولا شفت ولا غيره ايش والله. تعال تعال. اوكي شباب هلا نرجع للكود. زي ما حكينا ما بنقدر نبني ابلكيشن بس في الاتش تي ام ال، وبالتالي لازم يكون عندنا طريقه ان نتحكم في هذا الاشي. بس اعمل سكرول شوي هيك نتحكم فيه من كود. يعني يصير عندك دوت جي اس فايل تو انكلود في الاتش تي ام ال تبعك وتبلش تكتب كود. فأنا هون ايش حكيت؟ حكيت انجي اب بس اعطيته اسم، اعطيت الابلكيشن تبعي اسم عشان اقدر انادي عليه. انت شو اسمك؟ يعقوب. بنادي عليه يعقوب بفهم، بس اذا ما له اسم ما راح اقدر انادي عليه. فا اوكي ممكن اوكي هون ترجع لهون شوي سكرول تو ذا ليفت. تمام اخذت الموديول انا تبع انجولر هون صار عندي هولد اوف ذا موديول و I augmented يعني بضيف عليه بما انه هو جافا سكريبت اوبجكت وبتعرفوا انه جافا سكريبت اوبجكت very flexible تقدر تضيف عليها اي حاجة بدك اياها. اضفت عليه كنترولر وسميت هذا الكنترولر to do list controller. اوكي اسحل ايوه. بعدين جيت في الابلكيشن تبعي حكيت لهاي chunk of code بس اللي هي unordered list انه انت الكنترولر تبعك هو التو دو ليست كنترولر. تمام ايوه نور الشمال يمين. هلا كمان شوي راح احكي لكم عن السكوب هاي ايش معناها، بس ركزوا هلا معي شوي شو صار عندنا. انا بحكي لسكوب دوت تو دوز وعرفت اري حطيت فيها تو اوبجكتس. اوكي هلا اذا نشوف الكود جيت هون عندي دايركتيف جديده. بتعرفوا شو يعني دايركتيف صح؟ صح؟ اه تعرفوا؟ اوكي طب ارفعوا ايديكم شيء تفاعلوا معي يا جماعه تعبت وانا اسوي فيه. اوكي حبيبي انجي كنترولر تو دو ليست كنترولر بعدين انجي ريبيت تو دو ان تو دوز. واضح انه الانجي ريبيت هاي زي الانجل زي الفور ايتش زي الفور لوب. فبتروح بتلف على التو دوز وهاي التو دو انا هلا بعرفها بتحكي كل تو دو ان تو دوز للي فاميليار مع الفور ايتش سنتكس. وبنرجع لورا شوي بتلف عليهم واحدة واحدة وبتعرضهم. هلا خلينا بس افتح الكود. اوكي دونت وري جد وشايفين عندنا الفيو هون اترندروا التو دوز عندنا في الشاشة زي ما عرفناهم في الاتش تي ام ال.
فاكثر ما احنا نتحكم في التمبليت من كنترولر, وفي عندنا موديل. الموديل اللي هو تدوز اللي احنا حطيناهم على السكوب, تمام. فهيك صار عندنا الموديل فيو كنترولر باترن واضحه بانجولار جي اس, تمام. هلا تحكي لكم شوي عن الديبندنسي انجكشن. اذا بنرجع على الكود هون بنشوف احنا في الفانكشن كول باك اوت تبع الكنترولر وي انجكتد سمثينج واللي هو السكوب. انجكت يعني هذا الكنترولر, هذا الكود بيعتمد على كود تاني موجود في مكان ما, بس بدل ما انا اجي واكتب الكود جوا هذا الفيو انا كاتبه في محل وبدي اجيبه عندي واستخدمه. وهون بنشوف مثال عليها, معلش تروح على السلايد اللي بعدها. اوكي هلا انجولر بتقدم لنا كمان اشي بتسميه سيرفيسز. خلينا نفرض انه انت بتبني في ويب ابلكيشن وبتحكي مع سيرفر اي بي اي, وكل ما اليوزر يروح على صفحه بدك تشوف اذا السيشن تبعتك لسه شغاله على السيرفر ولا خلصت. وعندك كتير كنترولرز, كل فيو له كنترولر. هل معقول انك تروح وتحط هذا الكود في كل مكان, في كل كنترولر بدك تحط نفس الكود كوبي بيست كوبي بيست؟ هو ممكن بس تكون ديفلوبر مش شاطر. فشو الحل؟ انك تحط هاي الفانكشناليتي في مكان خارجي سيرفيس, وتصير انت بس تطلبها في اي كنترولر. يو جاست انجكت ذا سيرفيس, لانه انا اي ذس كنترولر ديبندز اون ذس سيرفيس سو اي انجكتد, وبعدين يو كان جاست يوز ات. اذا بتروح على الكود لو سمحت. لينك لا فتحه. اوكي اوكي دونت وير مش هاد, بس بدي اعرفكم اكثر على السيرفيسز وكيف سينتاكس تبعتها وكيف تنبنى في انجولار جي اس. فانا هون عرفت سيرفيس شايفينها, سميتها تو دو سيرفيس, وحطيت فيها فانكشناليتي بسيطه بس حكيت لها رجعي لي تو دوز تاعوني. فبدل ما احطهم في الكنترولر حطيتهم في السيرفيس هون, وفي الكنترولر طلبت السيرفيس حكيت له تو دوز عندي صارت تساوي تو دوز دوت جيت تو دوز. هلا انا ممكن المثال سيء, بس هاي الفيتشر بتفيدكم في كتير كود ممكن انه انت ما بدك تكرره, ممكن يكون سنترلايز في محل واحد. This is how you do it. وهون بنشوف احنا الفائده من الديبندنسي انجكشن. وكمان عرفتكم على سيرفيسز في انجولر, يعني حاولوا تدوروا عليها اكثر لانها راح تعملوا معها كتير لما تبلش تبنوا ابلكيشنز. اوكي راح اجلها هاي شوي لانه حاسس لسه بدري عليها. هلا بعد ما خلصنا التمبليتنج حكينا على الكنترولرز, حكينا عن السيرفيسز, راح اعرفكم على اشي جديد في انجولر وفي رايي هذا من احلى واهم الاشياء في انجولر. ايش هو؟ افتح الكود على طول, فيش داعي. هاي بتعرفوا احنا لما نكتب كود مثلا بدنا نحط لينك, بنفتح تاج اي واتشرف ومنحط الكود, وكل ال HTML مبنية من tags صح؟ مثلا عندنا div, عندنا paragraph, عندنا h3, كل هاي tags تيجي مبنية في البراوزر by default. الشباب في جوجل الحلوين ايش عملوا لنا؟ حكوا لنا انتو هلا you can extend ال HTML تبعك وبتقدر تبني your own tags. يعني انا بقدر اسوي tag اسميه فارس, وين ما احطه يطلع صورتي مثلا. حلو جدا, صورتي مش الفيتشر. اوكي هلا انا هون اعطيتكم مثال على دايركتيف ايش سميناها. ممكن كان يو هايلايت ذس خطيب ذا كلوك, سميتها كلوك بكل بساطه, وبس انا حطيتها في الاش تي ام ال تبعي وعمالها بتطلع لي الساعه. في حدا فيكم شاف اشي زي هيك من قبل؟ شكرا على التفاعل شباب. شكرا. فسحجوا لانجولر, سحجوا ستي تستخدموا المصطلح. بدك تقدر هات نغيرها. شو اسمك؟ احكي عن الامبلمنتيشن عشان اوصل. اوكي بدي احكي عن الامبلمنتيشن عشان الخطيب ما يزعلش. اوكي هلا ببساطه بسنتكس بسيطه زي هيك انا بنيت هاي الكلوك تاج.
مش حاب أدخل كتير في التفاصيل، يعني يفضل كل واحد يدخل فيها لحاله. يا خطيب راح أقدمها أكتر في حلقة لاحقة، خليكم معنا. أوكي. فحبيت بس أقدم لكم الدايركتيف. الدايركتيف ممكن تكون تاج جديد، ممكن تكون مجرد كلاس أنت بتحطه CSS selector class بتحطه على التاج، ممكن تكون attribute، وممكن تكون حتى كومنت، بس ما بنصحك توصل لهالمرحلة. بس هي ممكن تكون كومنت بتنفذ كود جوا البراوزر. خطيب شو بتسوي؟ just demonstrating one thing. اوكي next. اوكي هلا next راح اعرفكم على الفلترز. والفلترز هي زيادة البياع من جوجل، يعني اعطونا كل الفيتشرز الحلوة. الفلترز هي زي سبايس انا بشوفها. ايش الفلترز؟ خلينا نفرض انا بدي اطلع ديت لليوزر، مثلا تاريخ ميلاده ولا مش عارف ايش. ببساطه اذا جينا هون بنشوف مثلا السنتكس، هاي في ديت موديل احنا معرفينه، بعدين في ماسوره طالعه في النص، وبعدين في كلمه ديت. طب ايه ده يا اخوانا؟ انا مش فاهم حاجه. الماسوره هاي بسموها في عالم البتاع بايب. فاحنا ايش بنحكي هون؟ بنحكي للديت الموديل تايب ات تو ا فلتر نيم ديت. فشو بصير؟ انت مسميهم ديت ديت. انا مسميه ديت كونفيوزينج يعني، بس they are smart enough يعني. اوكي فطلعوا كيف لما حكيت له ديت بيعمل لها فورماتنج، يعني ات فلترز ات انها تكون بشكل معين. وفي كمان يعني بري ديفايند فاليوز من انجولار، بتحكي لها فول ديت شورت ديت، او تعطيها الديت فاليو زي ما بدك. واحنا نفس الديت موديل هون في الفيو طلعناه بعده فورماتس. هلا هذا حلو بس في احلى. ازاي؟ عندنا هون ليست اوف اسامي ناس، وعندنا هون انبوت فيلد. ففلترنج كان بي، فشو صار عندنا؟ مرتبين حسب الأبجدية، أبو عيسى، فارس، خطيب، نصري، ومرتبين حسب الاسم. هلا إذا رحت هون أنا وحكيت له، بس أقدر أكبس أول بحكي له عشان الزوم. مش كتير شاطرين هذول الجأس في ذل. بدي أحكي له filter by age، ودي أعمل run للكود كمان مرة. صار مرتب حسب العمر من 0 ل 55. يطبع لنا شغلتين هون هيك، احكي لك شيء. واو ويوا شوف الحلاوه. هلا شباب، ثانك يو. بس ياخذ على الكيو تاعك. ايوه. ففيتشرز زي هاي المفروض في الويب انها تكون انتويتيف، المفروض تكون سريعه، المفروض انك ما تفكر فيها. هذا اللي بتسوي لك اياه انجولر، بتعطيك فريم ورك عامل ابستراكشن لكل هاي الاشياء اللي المفروض هي تكون out of the box زي ما نحكي في البراوزرز. تيجي انجولر تحكي لك يلا خدها، انا مجهز لك كل هالفيتشرز الحلوه، وهلا ورجيني شطارتك. بس انت اكتب اللوجيك تبع الابلكيشن تبعك، وضروري تهتم انك تمسك ايفنت من هون وتسوي ابديت للدوم من هون، وكل هالاشياء اللي بيشتغلوا في الجي كويري بجوز فاهمين اكثر شو بحكي لانها وجعت راس. كل هالاشياء انت بتمسكها بتحطها على جنب في انجولر وبتريح راسك. وشكرا لكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اي حدا عنده سؤال؟ اوكي زكبول. اي حدا عنده سؤال يتفضل. قديش معنا وقت؟ we have 3 minutes for questions. 3 minutes. التوكس هدول حيكونوا 20 minutes or shorter، وبعديها 5 to 10 minutes. بس هو اخذ كثير ف شكرا. questions تفضل. الداتا من الداتابيز. حلو سؤالك. احكي لك انا كيف بتعلم. باجي على جوجل بحكي له انجولر. لا لا والله جد HTTP غالبا راح تكون فبسيطة. فانجولر موفرين لنا سيرفيس هم بانينها اوريدي، بتيجي مع انجولر اسمها HTTP. اذا بتسوي سكرول شوي لتحت وهيك شلا اشياء تقدر تطلب انت get request او post request او put request او delete request ايش ما بدك، كل crud operations تطلبها من الـ API. خلي في بالك انه انجولر مبنية عشان تتعامل مع APIs بترجع لك داتا، بترجع لك JSON داتا. فانت بتروح من سيرفس معينة بتحكي اوكي مثلا احنا في مسافر
جيب لي كل الاورد كل الحجزات اللي صارت اليوم. بتجيب الداتا بتكون array of objects, كل object هو عبارة عن order, بتحطها في template وبتعرضها على الشاشة. هذا كان سؤالك صح مظبوط. اوكي هلا غالبا جيسون. نعم هلا هذا برجع لك مش لانجولر بس يعني المودرن واي اوف بيلدينج اي بي ايز ات ريتيرنز جيسون داتا. ان شاء الله يكون في كمان اسئله عشان احس. اتفضل. مظبوط بس صح هلا اكيد في بس مش مع كل شيء. يعني في مثلا فريم ورك طلعت جديده سوري اوكي لارافيل مثلا عنده نفس السينتاكس هاي بس انت بكل سهوله بتقدر تروح وتغير الانتربريتر تبع لارافيل تحكي له بدل ما تاخذ براكتس مثلا خذ الماسوره هاي مثلا يعني اذا بدك. فاكيد في تعارض بس اكيد في حل واكيد انجولر مش راح تشتغل مع اي شيء. هم بحاولوا يوفروا لك كل البيز اللي بدك اياها فهو بيعتمد على خيارك. يعني ما بقدر أجاوبك على سؤالك لأنه كتير يعني open. إذا تعطيني حالة معينة بكون أحسن. تفضلي. إيه بتكون أحسن أو أي أوكي حلو سؤالك ممتاز. أنا بعطيك مثال. إحنا عندنا في مسافر we maintain يعني في الويب 3 projects. الأول اللي هو الويب سايت نفسها لما تدخل على مسافر دوت أم إي, والتاني عندنا كمان two channels إيش بنسميه الإنترنت اللي هو internal tools إيش بنسميه الإكسترنت للفنادق يتعاملوا معه. للإنترنال tools لأنها كلها بتعتمد على داتا وoperations زي write وread وديليت بنبنيها في أنجولر. بس في عنا الويب سايت هي معظمها content وما فيها كثير انتراكشن, ما فيها رايتنج وديليتنج, يعني ما فيش داعي انها تكون مبنيه على انجولر. وبصراحه في كمان سبب ان اخترنا ما انه ما نستخدم انجولر انه انجولر ايش مشكلتها الاس اي او انها الرندرنج بصير على الكلاينت سايد. فلما يجي الجوجل بوت عندك ما بشوف إشي. فقال في طرق عشان تحل هاي المشكله بس مش ستريت فورورد. فاحنا لو مسافر مثلا زي مسافر بهمنا فيها الاس اي او وما فيها كتير عمليات كرود نختار ان نعمل سيرفر سايد رندرنج. بس يعني لازم تجربي وشاف عشان جواب ميه يعني صراحه. اوكي فور يور كويستشن اكشلي ما هو اذا ما فهموش هلا مش راح يفهموا بعدين. We're going to talk a lot about other angular like modules. Okay. لما نضبط الكود تدور اها هاي اليوزر بده يعدلها السورس كود انت لك الحق تبني السيرفس تبعتك وتعمل الامبلمنتيشن اللي بدك اياه. فطبعا تقدر تغير في الكود بس مش ضروري تغير على السورس كود. هون الحلاوه انه في فلكسبيليتي. قصده لايك انسبكت بالاتش تي ام ال وغير الشيء عشان يخرب الابلكيشن تبعك هيك قصده. يو كان يعني ممكن تصير سؤالك كمان مره مثلا تدور تدوز اوكي انا غيرت كيوزر غيرت التدوز في الانسبكتر اوكي هلا انت في الانسبكتر بطلت يوزر. اذا داخل عندي على الصفحه فاتح الانسبكتر انت جاي تخرب بس اوكي كمل سؤال. غيرت المحل اللي تاخذ منه ما بتقدر تغير المحل اللي تاخذ منه الا لما بدك تدخل على الجافا سكريبت. لا بقدر بس ما هو هاي مشكله الباك اند بتصفي هم اللي لازم يعملوا بروتكشن مش انت يعني. سو يا سو اول شيء بقدر اوف كورس بس في شغلتين انجلر بساعد. واحده اول شيء اللي هو الاسكيبنج كل اي تاج يو تايب يو برينت ات اوت بالانجلر. اذا بتستخدم مثلا زي هذا اي شيء بيطلع هون كله اسكيب. سو اتس نيفر جونا ران جافا سكريبت.
you have to explicitly tell it إنه والله بدي أعمل execute JavaScript أو بدي أطبع HTML. Otherwise حتى لو كتب HTML code it's gonna escape it ويعمل هذا مزبوط. For security wise it's very secure. Yes. There's you can configure. There's like a service من Angular provided SCE. You can configure it إذا بدك escape it ولا لا. By the way, on your question, you can actually change the interpreter تاعت Angular. So we had the snippet. غيرناها مثلا double square brackets instead of curly brackets. عشان ما يضاربش مثلا مع Django or any other template system use. ناخذ آخر سؤال من الصبية هون. Yeah. هلا في ليميتيشنز على السبورت للبراوزرز. اذا لاحظتوا لما همام حكى البرزنتيشن تبعه ما جابش سيره انترنت اكسبلورر, مش كانه مش منيح, كانه مش موجود. فواحدة من الاشياء اللي انجلر ما بتدعمها هو الاي 8 بس اي 9 فوق يعني بتدعمها, والاولد براوزرز اللي فيري اولد يعني اكيد في راح يكون مشاكل, بس غالبا معظم المودرن براوزرز دي سبورت انجلر. يعطيك العافية. نروح. أوكي. Thank you, Faris. شكرا. Next up. بحب بشوف وين عمان هوتلز بالضبط راح تكون. فهي هاي هي بالضبط الراوتينج سيستم راح يكون بصير. فراح أحكي عن ثلاث أشياء. So one use case is actually very useful for directives is encapsulating external libraries. So إذا عم بتدخل عم في بنشر